لما تدخل الامتحان وتلاقي مراقب اهبل. انت يا ابني بص في ورقتك يا حبيبي. حاضر يا استاذ هبص في ورقتي. انت بترد عليا؟ طب هات ورقتك. كفايه يا استاذ انت بتتلكك ولا ايه؟ وكمان بتقل ادبك؟ هات ورقتك يلا. طب انا اسف والله يا استاذ سيبني طيب الشويه دول. لا مفيش لا شويه ولا غيره، هات الورق. خلاص بقى يا استاذ بالله عليك سيبني 5 دقايق بس اعتبرني زي ابنك. وانت كمان بتعايرني عشان ما بخلفش؟ يا نهار ابيض والله العظيم يا استاذ ما اقصد حاجه، انا اصلا ما اعرفش انك ما بتخلفش. يعني انت عرفت دلوقتي وبتعايرني تاني؟ والله لا سقطك. طب انا ذنبي انك ما بتخلفش، هتسقطني ليه طيب؟ كلمه كمان والله العظيم هسلط كل المدرسين عليك اخليهم يسقطوك. هات الورقه. خد يا شيخ اله ربنا يخرب بيتك. بره يا ريت كان عند بيت ده انا ساكن ايجار. اذا جبت الاول على الصف الك مني 1000 ليرة. عن جد بابا؟ عن جد. لك تكرم عيونه. بابا بابا لك شبك شبك بلش تعيط شبك. ايدك على 1000 ليرة مثل ما وعدتني. جبت الاول على الصف؟ معلوم جبته. حموره فوت هذا اول على الصف.